السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبنا اللي ناويين يشتروا العربية الفيات التيبو ل 2021، خلي بالك من حاجة مهمة جدا. أنا عملت الفيديو ده مخصوص علشان وانت بتشتري عربيتك من أي معرض زينا كده، خلي بالك من حاجة مهمة وانت بتستلم عربيتك. هو طبعا الفيديو ممكن ناس تقول لي ايه يا عم انت مصور الفيديو ده علشان ايه وايه فايدته؟ لا والله العظيم يا جماعة، الفيديو ليه فايدة كبيرة قوي لما بتبقى واقع في مشكلة. نوع الفردة اللي راكبة هنا هي كونتيننتال في العربية الفيات التيبو، اتكلم على اول فئة 2021 واقفة قدامي اهي. نوع الفردة اللي نازلة في العربية الاوريجينال كونتيننتال، راكبة على جنط زي ما حضراتكم شايفين نيكل كروم، وادي مقاسه 205 على 55 ار 16 في اكس ال. ايه غرض الفيديو؟ غرض الفيديو انك ممكن تشتري عربية فيات تيبو زي دي، ممكن يكون ظروف الشراء بتاعتك انك اشتريت العربية في وقت يكون صاحب المعرض ده كان حابب يبدل الكاوتش، او عنده كاوتش نفس المقاس في عربية مستعملة هو راكبها شخصيا. عم اكلمكم عن حاجات وقايع، فخلي بالكم وانت بتشتري اي عربية زيرو من اي معرض. شكرا لكم ومتابعتكم ولاشتراككم، وارجو نشر الفيديو على اوسع نطاق في جميع جروبات وصفحات الفيات التيبو. معلومة بسيطة لكن قدرها غالي جدا والله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.